الاضطراب الشخصية الحدية. احنا لحد وقت قريب جدا كان بيختلط اعراض الاضطرابات النفسية مش على العامة على المتخصصين، لحد ما جاء الدليل التشخيصي للطب النفسي والاحصاء، وده الدستور اللي كل الدكاترة في العالم بيمشوا بيه. قال شوية متلازمات، قال لو لقيتوها يا دكاترة في شخصية جاية لكم يبقى ده اضطراب الشخصية الحدية، اللي هو اضطراب ثنائي القطب ولا هو اكتئاب، ولا سيما ان الاعراض ثنائي القطب ده اللي هو الباي بولر. ايوه اوكي، يبقى أيوة في فرق كبير ما بين المرض اللي بنتكلم عنه ده اضطراب الشخصيه الحديه خالص والباي بولر او ثنائي القطب، بالرغم ان الاعراض ممكن تكون واحده، وبالرغم ان الثلاثه ممكن يؤدوا للانتحار. حضرتك بداتي بالانتحار، بالمناسبه الانتحار عالميا دلوقتي هو السبب الثالث في الوفاه، نسبته عالية جدا. وبالمناسبة الإنسان الفطرة بتاعته اللي ربنا خلقه عليها عنده غريزة البقاء والتمسك بالحياة طبعا، فكون أنه يأتي بفعل ضد الغريزة وينافي الطبيعة زي ما حضرتك بتقولي، معنى كده أنه عنده مرض أو اضطراب نفسي. على رأس الاضطرابات دي اضطراب الشخصية الحدية. أوكي. احنا لقينا ان 10% من اللي عندهم اضطراب الشخصية الحدية قد يقدموا على الانتحار. 10% طبعا رقم كبير. طيب هو ليه الناس مهتمية بيه قوي؟ جانب منه ان المشاهير بيصابوا بيه زي مارلين منرو، وزي الامير هارلي ابن الاميرة ديانا، وزي المصارع اللي هو روك اللي بعد كده بقى من نجوم هوليود. طبعا ففي مشاهير بيصابوا بيه، ولكن النسبة بتاعته زادت. يعني عالميا احنا على قديمه بنقول الاحصائيات 2% من سكان العالم عندهم اضطراب شخصيه حديه. دراسه طلعت في 2008 قالوا ان 5% و9 من 10 من سكان العالم عندهم اضطراب الشخصيه الحديه. ده عدد متزايد، عدد كبير. وان 15% من اللي بيرتادوا العيادات النفسيه على مستوى العالم داخلين وقاطعين تيكت وتذكره عشان هو عنده اضطراب شخصيه حديه. فطبعا العدد كبير، العدد كبير للدرجة ان في امريكا البرلمان الامريكي اقر ان شهر مايو من كل سنة اجبار على الدولة هناك تعمل حملة للتوعية ضد المرض، وتعرض فيه الافلام وتعمل كشف مجاني للناس وتعمل حملات للتوعية الى اخر الكلام ده. عشان يقللوا الاعداد، عشان يقلل من حدته، ولا سيما ان حدته ما بتبقاش على الفرض. بمعنى ايه؟ احنا من اهم اعراض المرض ان الواحد يبقى اندفاعي في السلوك. الشخصية عنده اندفاعية، تلاقيه دايما متهور. انا بعرفه، احنا داخلين في فصل الصيف. الاقي الشباب اللي راكب مثلا سكوتر وراكب موتوسيكله على البحر عندي في اسكندرية، الناس بتسوق عادي، اللي تلاقيه متهور قوي ومندفع قوي تعرفوا ان هو عنده اضطراب الشخصية الحدية. لما يروح البحر والبلاج كلنا بنستكشف لسه المية والرملة والطبيعة، اللي تلاقيه يروح جاي اول واحد ينزل نط في البحر ده مندفع. ده او حران، يعني حاجة من حاجتين او حرام بقى. اللي تلاقيه حضرتك مثلا بيصرف فلوس كتير، متهور حتى في الانفاق، في الاكل، طول ما هو قاعد بياكل وطول ما هو قاعد بيلقط. التهور في السلوك بصفة عامة ده بيدي مؤشر، او اول مؤشر ان عنده اضطراب الشخصية الحدية. ومش كده وبس، ده الاندفاعية حتى في العواطف. يعني عارف حضرتك في بعض الصفات اللي قلتها دي في ناس كتير قوي فينا، كلنا اكيد كل واحد فينا بيندفع في حاجه معينه، اللي بيندفع ناحيه الاكل، اللي بيندفع ناحيه الشوبينج، هل ده يبقى مريض عنده اضطراب شخصيه الحديه؟ هقول لحضرتك، هو لو انطبق عليه 5 اعراض جنب طيب بعض يبقى اضطراب الشخصيه الحديه. نقولهم بقى، نعمل اختبار لنفسنا بمره. يلا بينا. اول حاجه ان هو انسان بيبقى مندفع في السلوك زي ما احنا شرحنا. أوكي. تاني حاجه ما عندوش اتزان عاطفي. يعني ايه ما عندوش اتزان عاطفي؟